الان كاين نقاش في الشارع اللي كيخلع، كاين نقاش كيقول المدونه عارفين لنا شنو هي بنود المدونه، عرفتي اش كتهضر بنود المدونه كان المدونه جديده خرجات حو بالنسبه لربات البيوت شحال اللي كانوا كيكتبوا في البطاقه الوطنيه بدون، الان ربات البيوت يجب الاعتراف بعملهم البيتي. فليضع نصب اعينه ان هذه النساء او هذه الفتاه اللي كتهضر عليها ربما تكون ابنتك او اختك، بغينا هاد مدونه الاسره تجمع لنا هاد الموضوع ويكون موضوع ديال مدونه الاسره يهمنا كلنا نساء ورجالا مواطنات ومواطنين. احنا بالنسبه لنا يعني كنعتبروا ان اطلاق اصلاح مدونه الاسره يعني في هاد الفتره هذه فتره مهمه، وطبعا هذا بفضل جلاله الملك محمد السادس اللي هو دائما كان كيحرص على انه هاد النقاشات المهمه كتشكل لجنه اللي هي مشكله من وزير العال، من النيابه العامه، من المجلس العلمي، المهم مجلس وطن حقوق الانسان يعني، وايضا اشراك هاد المجالس وايضا المجتمع المدني اللي هي فكره مهمه وعلى سطور غادي يخرج هاد المدونه. الان كاين نقاش في الشارع اللي كيخلع، كاين نقاش كيقول المدونه عارفين لنا شنو هي بنود المدونه، عرفتي اش كتهضر بنود المدونه كان المدونه جديده خرجات ديال 2023 او 2024، في حين انه اللجنه لم تبتدئ الا منذ اسبوع، يلا تشكلت ويلا بدات الاجتماعات الاوليه ديالها ويلا تلاقات مع المجلس العلمي الاعلى، المجلس العلمي وايضا الديني وايضا المجلس الوطني لحقوق الانسان، وعاد غيكونوا مشاورات. اذا ما نتسرعوش، احنا خايفين من التسرع ومن الاحكام بنود اللي خرجت وهميه ومواد اللي خرجت وهميه، ونتخوف كحقوقيات وكجمعية أيادي حرة من هذا النقاش اللي يقدر يدينا لواحد الطريق اللي ماشي في صالح هذا المجتمع ومصير المواطنات والمواطنين. لأن عندما نتحدث عن مدونة الأسرة هي مدونة تشمل الأسرة رجلا ونساء وأطفالا، أيضا عندما يكون هناك التركيز على النساء فقط لأن دائما النساء هم الأكثر هشاشة وأكثر فقر وأكثر ظلم كيتعرضوا للحيف والظلم، وحنا بالنسبة لنا يعني مطالبنا الأساسية في هذا الجانب هذا ديال مدونة الأسرة هذه سنوات، وحنا كنطلبوا بأن يكون هناك إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، ماشي معناها تفكيك الأسرة وماشي معناها أننا حنا بغينا أنه يكون هذا النقاش ديال التفرقة وعاود يولي عندنا يعني جوج ديال الحملات، حملة هنا وحملة هنا. عندما نتحدث عن الأسرة وعن المجتمع المغربي نحن كلنا معنيين بهذه المسألة، هذه مواطنات ومواطنين، وملي كنقول واش النساء بغيتي يومي راه هاد النساء همنا وأختنا وبنتنا، نحن إنهم نساؤنا وهنهم رجالنا، وبالتالي احنا عندما طالبنا بأن يكون هناك تعديل شامل وتغيير جذري في مدونة الأسرة يعني كاين بعض المواد اللي إما ما تطبقاتش كما هي، كاين بعدا كاين عندنا مشكل ديال التطبيق، وكاين بعض الاستثناءات ساقول على سبيل المثال الحصر موضوع تزويج الطفلات او الزواج المبكر او الزواج القاصر كيف كيتسمى في الماده 2021، عندما طالبنا بان يكون يعني بغينا مطلبنا الاساسي ان نحارب الهدر المدرسي وان نحارب الهشاشه والفقر في صفوف الفتيات يعني الصغيرات سواء كانوا في العالم القروي او كانوا في اعالي الجبل او كانوا في المدن او في الهوامش، اينما كانوا اولادنا بغيناهم يكون مآلهم الاساسي لغايه 18 سنه هو التعليم، لان الانسان ملي يكون قاري كيقدر يختار مجموعه من المسائل، اللي ما قدرش ما تمكنش وما عندوش امكانيات كاين التكوين المهني، كاين نوادي، كاين مجموعه من المسائل اللي تكون عند الاولويه، يعني لغايه حنا مطلبنا وعندما نقول لغايه 18 سنه ماشي اننا كنبغيو انه يكون واحد انفلاتات في الشارع او في صفوف الفتيات او غيره، وانما نريد انه البنات والولاد يمشيو يقراو، ومن اول زلزال ديال الحوز وديال تارودانت واكادير وتورزازات يعني مناطق اللي عرفت هذا، عرفنا بانه كاين هشاشه وفقر، وكاين الان يعني شفنا بانه وزاره التربيه الوطنيه وجلاله الملك يعني اكد على انه لابد ان يكون احترام هذه المؤسسه التعليميه وانطلاق الدراسه ما يكونش واحد التعثر في الجانب الدراسي. اذا لا لزواج القاصرات لا للزواج المبكر، نريد ان تستفيد بناتنا على غرار الذكور من الدراسه، وحنا هنا راه درنا ندوات درنا مذكرات في هذا الجانب. ايضا موضوع الولايه، موضوع الحضانه، موضوع الولايه اللي فيه مشكل، لانه ما كنظنش بانه هناك امهات كيكونوا يعني باغين يخرجوا على مستقبل بناتهم ولا اولادهم، نفس الشيء بالنسبه للاباء. اذا الولايه خصها تكون على غرار كما هي الام هي الاب.
بعض الاحيان كنوجد بان الام عندها صعوبه باش تنقل بنتها من المدرسه للمدرسه او ولدها من المدرسه للمدرسه، فقط لان الاب بعيد كيخدم بعيد او انه غائب او شيء من القبيل. عندما نطالب انه في موضوع الولايه تكون يعني تكون مثل الرجل مثل المراه، باش نعرفوا بانه الكبده ديال اللي عند الراجل على وليداته هي الكبده اللي عند الام على وليداتها، وكنلقاو الام اكثر من هذا هي اللي كتحمل مجموعه المسؤوليات ودي السوايع وغيره. ايضا في موضوع الحضانه، وحنا درنا مشروع في هذا الموضوع ديال الحضانه، ديال لان الحضانه لقينا بان كنربطوا الحضانه بموضوع زواج مبكر. البنات اللي كيتزوجوا صغارين كيكون واحد الضغوطات، من بعد كيكونوا ما فاهمينش ان الزواج ما مبنيش على اسس، ما مبنيش على تفكير، بعض المرات كنتبعوا العاطفه وكيكون طلاق وطلاق مبكر. المراه ملي كتبغي تعاود تبني حياتها من جديد الى وصل الاطفالها لسبع سنين كتحرم. حنا كنقولوا خص يكون تعديل، ودائما كنقول يجب ان يكون هناك ما هو اساسي والمصلحه الفضله للطفوله والاطفال في هذا الجانب. ما يمكنش نحطوا كشعار ونصادقوا على الاتفاقيات الدوليه واتفاقيات ديال حقوق الطفل والدستور اللي فيه في مجموع البنود ديالو الحديث على المساواه وعلى الديمقراطيه وغيره، ونجيو في المواد ديال حنا لقينا بان المواد ديال مدونه الاسره ديال 2000 اللي صوتنا عليها في 2004 يعني متجاوز الان، لا بالنسبه للدستور 2011 ولا الاتفاقيات الدوليه ولا اتفاقيات حقوق الطفل، لا في الولايه ولا في الحضانه ولا في زواج تزويج الطفلات او زواج مبكر. ايضا فيما يتعلق بماده 49 عندما تحدثنا عن موضوع اقتسام الممتلكات بين الزوجين، احنا الهدف ديالنا هنا لانه في 2004 كان نقاش مهم في هذا الجانب، والنص كيتحدث على هذه المساله يعني في مدونه الاسره كاينه، ولكن بقى التاويلات وكيبقى انه ما مطبقاش بواحد الطريقه، لان المطلب ديالنا الاساسي في القضيه ديال مدونه الاسره مستقبلا كل ماده تكتب بوضوح، لان الاستثناءات اصبحت قاعده مثل ما هو في زواج الطفوله ولا في القضيه ديال تعدد الزوجات، لان كاين تحايل على القانون وكاين اختلاف، مع كل احترامنا للجسم القضائي كاين اختلاف في الاحكام القضائيه ما بين مدينه ومدينه، ما بين اكادير وطنجه، وكنعقلوا على الحكم اللي كان في طنجه. اذا موضوع ديال اقتسام الممتلكات بين الازواج، احنا المطلب ديالنا في جمعيه ايادي حره انه يكون واضح، مثلا انه كما ملي كيمشيو ناهلوا بعدا تكون اكاديميه لتاهيل مؤسسه الزواج، وايضا انه ملي يمشيو الناس كيوجدوا اوراق ديال كما كنقولوا الزواج، البطاقه الوطنيه والشهاده الطبيه تكون ورقه منفصله فيها يعني هذه القضيه ديال اقتسام الممتلكات. هنا كنبغي نفتح القضيه ديال اقتسام الممتلكات، وانا من الجنوب من ورزازات في سوس العالمه، ايمانا بالكد والسعايه يعني بعمل النساء سواء كانت كتخدم او ما كتخدمش، كانت موظفه او عامله او ربات بيت. ربات البيوت مثلا في سوس كما كان شحال هذا كانوا كيعطيوهم حقهم سواء من القراص ومن الزرابي وغيره. حنا الان تنقولوا الزوجه والزوج يعني كيدخلوا في واحد الحياه اللي فيها التعاون وفي المصلحه ديال الطفوله ديال اطفالهم، وان هذه الزوجه حتى لما كانتش، لان هذا قوس كنفتحوا بالنسبه لربات البيوت شحال كانوا كيكتبوا لهم في البطاقه الوطنيه بدون، الان ربات البيوت يجب الاعتراف بعملهم البيتي لان كيقوموا باعمال جليله كيربيوا الاجيال. وهناك من يطالب ان تجلس المراه في دارها وغيره، وانت ملي كتشتغل لان العمل عباده، المراه اشتغلت او لم تشتغل لابد ان يكون لها حق، حق الكد والسعايه. اذا كانت موظفه او عامله او غيره، وكنعرفوا مجموعه النساء اللي باقا في واحد الخانه ما دخلاش في الاحصائيات، النساء اللي كيخدموا في الحمامات، النساء اللي كيبيعوا البغيض هذو، خصنا نامنوا بالانتاج ديالهم ايضا، ولكن ملي كنجيو للواقع ملي كيحصل الطلاق او سوء الحظ او شيء من القبيل كيوقعوا اختلالات داخل الاسره. احنا هدفنا في جمعيه ايادي حره وفي مجموعه ديال المجالات هو ما بغيناش حنا نشتتوا الاسره، بغينا تبين الاسره هي الاساس، وبغينا هاد مدونه الاسره تجمع لنا هاد الموضوع ويكون موضوع ديال مدونه الاسره يهمنا كلنا نساء ورجالا مواطنات ومواطنين. يؤسفني كثيرا لان بعض الخرجات تتحدث على انه اتهامات رخيصه، واش تبغيو بناتكم يخرجوا في الزنقه، واش مرتك تولي عندها حتى هي الحق تسافر وقت ما بغات. كاننا نتحدث ودائما انا دائما كنت اشير لهذه المساله، وحنا في جمعيه ايادي حره دائما نطرح نقطه انه عندما يتحدث اي شخص
كان رجلا أو امرأة في موضوع ديال موضوع الأسرة وفي قضايا النساء فليضع نصب أعينه أن هذه النساء أو هذه الفتاة اللي كتهضر عليها ربما تكون ابنتك أو أختك. هل تقبل أن تتعطل ابنتك على الساعة سنة 12 ولا 14 أو 16 سنة باش تتزوج ويمكن لك الزواج ما يتأهلش؟ واش كاين نضج في 16 سنة ولا 14 سنة؟ لا يمكن أن نحكم على الآخر ونقول أنا ابنتي أريدها أن تكون أستاذة أو طبيبة أو محامية أو أي عمل اللي يمكن يأهلها باش تكون مساهمة في التنمية، لأن النساء يساهمن في التنمية أراد من أراد وكره من كره. وكنعرفوا الجدية ديال عمل النساء وكنعرفوا بأنه نسبة ديال الفتيات اللي كينجحوا في الامتحانات في البكالوريا ولا غيرهم يعني كيكون عندهم واحد الجدية. فنترك بناتنا يقراو وما ندخلوش في واحد الجدل اللي ماشي هما بناتنا وهذوك نسائنا، وحتى واحد ما كيبغي يميع هذا المجتمع. نحن يعني ما كنظنش بأنه شي واحد غادي يبغي يخرج على المسار العام. فعلا هناك اتفاقيات دولية، فعلا هناك قوانين نحترمها ديال البلاد اللي كنصوتوا عليها، وفعلا هناك مشكل حقيقي اخر. وانا هنا كما طرحنا انه تكون البنود واضحه مكتوبه بوضوح باش ما يبقاوش تاويلات، لانه المؤسف انا تحدثت على الاستثناءات اصبحت قاعده. المؤسف الاخر هو انه كل كيفاش كيأول بغينا نصوصنا تكون واضحه، الماده 400 تولي واضحه ما يبقاش فيها اختلال. الدستور الدستور واضح في ديباجته وفي المادة 19 عندما تحدث عن هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء، عندما تحدث عن المساواة، يعني هذه كلها مواضيع اللي كتهمنا كاملين. وبالتالي ما طلبنا ما فيش يعني نحن مع هنا ولا ضد هذا. نحن كلنا مواطنات ومواطنين نحب هذا الوطن ونريد أن نساهم في هذا الوطن، ولا نريد نقاشات اللي تخرج بنا.